مشاهدينا، هذا الفيلم الشعب البطل فكرني باقتناع الدولة بأهمية القوة الناعمة في عصر جمال عبد الناصر. وهل يكون مثل هذا الفيلم الفنانين كبار زي إسعاد يونس ونبيل الحلفاوي صوتا وصورة بقى، انتوا شفتوا بقى يسرى، صابرين، محمد هنيدي، حازم إمام، زكريا ناصف، حسن شحاتة وغيرهم، يعني لو كنت نسيت حد، هل يكون عودة لاستثمار القوى الناعمة اللي لها رأي ولها ثقة الجماهير الكبير في المنطقة العربية كلها؟ ربما هذا الموضوع موضوعات أخرى يكون الإجابة عليها في حوارنا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مدحت بشاي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا مدحت. يعني الفيلم ده رجع لنا أيام لما لغاية النهاردة عايشين على أغاني لمشروع مصر في فترة جمال عبد الناصر. صحيح. السد العالي والتحرر، ولما كنا بنشوف محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، فايزة، وردة، نجاة، فايدة كامل، كارم محمود، كل فنانين مصر كانوا بيهبوا وكانوا بيروجوا عن حق لأهمية مصر. هل ده نعتبر انه يعني دي بادرة طيبة جدا من القوات المسلحة انها طبعاً تستعين فنانين كبار زي دول؟ يعني وللأسف إلى أن وصلنا ل يعني مطرب كبير من مطربين الشباب اللي جم بعد كده، اللي يعني ظهر غاضبا وقال يعني إيه مطرب يغني للسد العالي، يعني يعني متهكما على عبد الحليم حافظ، ازاي بيغني للسد العالي؟ فيه مطرب يعني بيحترم نفسه وبيحترم موهبته يغني للسد العالي وكأنها إهانة. ده مين فندم اللي قال كده؟ عمرو دياب. يعني تخيل اول ما طلع قال الكلام ده، ورجع طبعا اعتذر عنه، بس يعني لما الدنيا هاجت يعني. بس اسمح لي بس في البداية الأول أنه بعد إذنك إن نقول أن النهاردة طبعا الذكرى 7 لحادث مزبير الفظيع اللي ألمنا جميعا، واللي يعني إذا كنا حتى هناخده يعني بصيغة يعني أنه لم يتم التحقيق فيه بشكل جاد وتوجيه الاتهامات بشكل جاد وتعقب يعني على الأقل المحرض، يعني لما نصل يعني أنا اعتبرتها إهانة للجيش المصري الحقيقة، لما تظهر مذيعة تقول إنه في ناس بتتظاهر وبتضرب في الجيش المصري والحقه، وكأنه الجيش المصري يعني يهدده شوية يعني أو مجموعة من البشر بصاد جدا طالعين بلافتات يعني قد يصيبوا يعني هذا الجيش العظيم بأي خطر يعني. فأنا اعتبرتها يعني يبيها يعني كان يجب أن يحاسبوا على أنهم بيهينوا جيشهم العظيم يعني، وفي الوقت نفسه بيحرضوا أهل المنطقة والشعب كمان، والشعب اللي هو الرقعة الأكبر، لأن الجيش المصري جزء من الشعب يعني حقيقي. فيعني طبعا الموضوع انتهى بلفت نظر وحاجات كده على حسب معرفنا وإلى الآن الحقيقة يعني بيسبب جرح، لأنه المشهد كان في درجة من الغل اللي يعني تصل في جرائمها، لأنه الدهس والقصف في النيل والضرب بالنار ويعني كل أنواع الجرائم، لدرجة أنه الحقيقة الرجل اللي بي يعني اللي بيسميه يعني اللي بيعين الجثث وكده قال أنه أنا شفت اللي حصل في الأقصر، مذبحة الأقصر، الوجوه واللي حصل في الشهداء هنا أبشع بكثير جدا جدا من مذبحة الأقصر. وهو ده برضو أستاذ مدحت مش منفصل عن القضية اللي أنا طرحتها على حضرتك. صحيح. لأن لو كنا في 30 سنة اللي قبل ثورة يناير، صحيح، أحسننا استثمار القوى الناعمة، صحيح، ما كانش أصبح هذا البون الشاسع، صحيح، اللي يسمح لمذيعة وهي جزء من القوى الناعمة، ما كانتش تجرؤ مذيعة أو كاتبة أو فنانة أو كده إنها تقلب طوائف من الشعب على بعضها، لأنها كانت شايفة، صحيح، اللحمة دي. صحيح. فده
الحال اللي احنا وصلنا له. يعني تخيل سيدي انه رئيس قطاع الاخبار اللي قبل رئيس قطاع الاخبار اللي ارتكبت في عهده الجريمه ديت سجن 10 سنين لمجرد رشاوي اللي هو محمد الوكيل، لمجرد رشاوي او مش رشاوي يعني تعاطف مع دكاتره كان بيجيبهم يعني ونوع من العلاقات الخاصه بتاع الراجل، سجن 10 سنين. والرئيس قطاع الاخبار اللي ارتكبت في عهده هذه الجريمه ومذيعته بل ووزيرها لم يحاسبوا الى الان. يعني الحقيقه يعني انا حبيت اعرج على يعني اعرج على الخبر ده الحقيقه، او يعني الذكرى دي، لانها لا زالت يعني تقطر ألما في نفوس كل المصريين. الحقيقه انا ما بقولش قطاع من المصريين، لانه دي يعني ستظل وصمه عار الحقيقه في جبين الاعلام المصري وفي جبين اللي ارتكبوا يعني جريمة دي في حق ناس كانوا طالعين في مظلومية يعني من محافظ سابق. يعني الحقيقة يعني عايزين نصل فعلا لأنه القوى الناعمة ضرورية جدا، ومش لدرجة ما يسمى بالإعلام الموجه. يعني احنا ما بنطالبش بإعلام موجه. لا انا كمان بعيدا عن الإعلام، الإعلام ليه وضع خاص ووضع مرتبك لانه هو اللي شال الشيلة وجزء كبير منه هو اللي نور الشعب، وجزء صحيح. منه ضلل، وجزء صحيح. منه كان عنده صحيح. اجندات صحيح. لكن انا بتكلم على الحتة اللي هي شديدة النعومة في هذه القوة اللي هي الفن والدراما صحيح. الأغنية صحيح. المسلسل الفيلم صحيح. احنا دلوقتي فين الفنانين دول أصلا من الساحة؟ يعني أين يوجد نبيل الحلفاوي؟ مين بيجيبه في السينما؟ مين بيجيبه في التلفزيون؟ مين بيجيب إسعاد يونس؟ مين بيجيب الفنانين الكبار اللي موجودين؟ عزة العليلي، محمود ياسين، ولا والقضايا اللي بتطرح نفسها. يعني القضايا ما هي القضايا اللي بتطرح هي اللي بتختار يعني من يمثلها. يعني فيعني لا طبعا يعني الـ احنا مهدرين هذه القوى الناعمه. لا مش بس كده، مش الفن بس، يعني الفن والكنيسه والمسجد ومؤسساتنا الاجتماعيه، كل ده يخش الحقيقه في تشكيل قوى ناعمه. يعني احنا شفنا يعني هذا الحماس اللي كنا بنسميه روح اكتوبر مثلا، في انه كل الفنانين وكل الـ يعني الجمعيات العمل المدني عموما يعني كله كان مشارك الحقيقه في يعني هنقول ايه، انه الشعب نفسه كان في نوع من الولاء والانتماء لدرجه انه زي ما سمعنا وزي ما شفنا. يعني جيلي طبعا شاف المشهد ده، انه الجرائم يعني سجلت صفر يعني لهذا التعاطف مع قضية إزالة آثار العدوان. فالحقيقة إنه إحنا شفنا في 30 يونيو لمحة من ده، يعني هذه الوقفة العظيمة سواء سبقها يعني وقفة الفنانين في وزارة الثقافة ورفضهم للوزير الإخواني المعين، ده كان نوع من تحريك هذه القوى الناعمة وتشكيل ما سمي بجماعة يعني رفض الإخوان أو يعني كده. ويعني والوقفة نفسها وابتدوا يغنوا وابتدوا يعني كانت فيها نوع من يعني الاندماج الوطني العظيم اللي يخلق شكل من أشكال الدفاع عن يعني مصريتك، عن هويتك اللي كانت ابتدت يعني تغتال في لحظة. يعني طيب احنا يعني عايزين برضو نتكلم عن موضوع الفقرة، وهو برضو مش مختلف لأنه بيتحدث عن قوة ناعمة، لكن عند الشقيقة السعودية المملكة العربية السعودية في صحفي اسمه جمال خاشقجي
تم يعني اختفاؤه أو حدث له اختفاء في ظروف أو ملابسات غامضة بعض الشيء. يا ريت حضرتك تكلمنا عن القصة دي وتقول لنا إيه الملابسات اللي اختفى فيها جمال خاشقجي، وبعد كده نتكلم بقى عن ده وتأثيره على حرية الرأي في المنطقة كلها. يعني وهو عبوبا أنت يعني حضرتك فاكر لما طلع الرئيس السيسي وقال إن إحنا عندنا حوالي 20,000 إشاعة في أقل من شهر يعني. فالحقيقة ليه الإشاعات بتطلع وليه القصص الصغيرة بتبقى روايات كبيرة؟ لأنه إحنا يعني في منطقتنا عموما بنفتقد الشفافية وبنفتقد الـ يعني المواجهة الفورية للأحداث قبل استفحالها، وبنفتقد القراءة الواعية للموقف السياسي والموقف الاجتماعي، وبنفتقد لمفهوم حرية الإعلام وحرية الصحافة الحقيقة. يعني لو احنا يعني تعاملنا يعني بشكل واعي مع الصحافة ومع الإعلام ويعني مديناهم بالمعلومات الحقيقية بدل ما يعني نطلع مجلس معلومات مجلس الوزراء في كل شوية يطلع يكذب، لا أنا لو أنا بدي المعلومة من الأول مظبوطة ومقننة ومؤكدة ما سيبش يعني الناس اللي يعني بتهدف إلى ضرر البلد ويعني يعني استغلال هذه الظروف ويعني تقول كلام آخر وتخلق بالحبة أبة زي ما بيقولوا. فيعني الشفافية مطلوبة وغزارة المعلومات يعني بحيث أن تبقى وافية أمام الإعلامي ما يقعدش يدور على يعني خيال يعني ويرسم خيال معين ويبقى مسموح له ده علشان يكمل الخبر بشكل أو بآخر. احنا برضو أستاذ مدحت نعترف انه احنا اشتغلنا يعني هذا البرنامج النهاردة الحلقة الاولى بعد 8 سنين. احنا اشتغلنا في العصر اللي ما كانش فيه اي نوع من المعلومات، يعني كانت السلطة في مصر بتدي لك اللي هي عايزاك تقوله مش اللي أيوة. وشفت حضرتك معانا لما كان اللي بيجيبوا الكلام مش حقيقي وجايبين كوبري قصر النيل فاضي، وكان رئيس الدولة بيستضيف مش عارف وزير ايه من دولة عربية وكأن فيش اي حاجة بتحصل والناس بتغلي في الشوارع بالملايين. فاحنا اتنقلنا نقلة طبعاً. برضو اتنقلنا نقلة لابد ان احنا نعترف بيها طبعاً. مع وجود باعث قوي اخر وهو المؤامرة بقى زي ما حضرتك قلت صحيح. فيعني احنا كلنا دلوقتي محتاجين لتطوير هذا العمل الإعلامي وهذه صحيح. الشفافية والإمداد بالمعلومة، لأننا كلنا بقى هنا محطوطين دلوقتي، فإحنا عايزين نساعد وده هيساعدنا أكتر. صحيح. يعني حضرتك جبت سيرة الموقف ساعة يعني ثورة 25 يناير، يعني وصلت الحال لأنه قطاع الأخبار جاب حوالي يمكن 18 محافظ على الهوى يقول أنه ما عندوش أي حاجة، بينما السويس كان فيها ضرب نار ومظاهرات وغيرها من المحافظات الحقيقة. فيعني مش عايزين هذه الأيام ترجع الحقيقة، وبعد ما خدنا هذا القدر من التحرر ومن حرية إن احنا نتناول قضايا يعني أكثر يعني أهمية، لكن علينا إنه يعني نختار صح اللي هيقول الكلام ده، يعني الإعلامي الجيد اللي يبقى في المكان الجيد، واللي يعني لما نشوف خروج عن النص الحقيقة بمعنى انه يعني احنا مش عايزين يعني لا تطبيل ولا في الوقت نفسه تهويل من اللي بيحصل. يعني طب انا هرجع لنقطة الاعلام دي بالذات جوه مصر لان برضو الساحة الاعلامية فيها مجموعة من التنقلات والاختفاءات محتاجة لرصد. لكن خليني ارجع لجمال خاشقجي اللي ما كلمناش عنه. لا صحيح، يعني انا كنت بس ببتدي لانه هو ده اللي حصل في الاعلام، انه لو كانت السعودية من الاول يعني اتحركت الحقيقة وقالت ايه اللي بيحصل، انما اتأخرت الحقيقة. وايه اللي حصل طيب؟ ايه اللي حصل؟ اللي هو دخل السفارة
وقيل انه لم يخرج منها يعني. اه فين؟ وسفاره او قنصليه سعوديه في اسطنبول. في تركيا. في تركيا. تمام. اه ف يعني هو عايش في تركيا؟ لا يعني هو كان يعني هو الراجل يعني يعني له عمل في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من عاصمة يعني. أوه. يعني هو يعني صحفي حر ويعني هو قال أنا عمري ما كنت معارضة يعني. هو حسب هو على المعارضة من السلطات السعودية. يعني وطبعا الإخوان هم اللي كبروا المسألة جدا وعلى قنواتهم قالوا أنه هو تم يعني يعني استهدافه لأنه صحفي معارض. هو كان طول عمره يقول أنا مش يعني معارض. خايفين قوي على يعني بقول رأي حر. يعني خايفين على السعودية قوي. بيحبوا السعودية قوي يعني. طبعا ما هو يعني السعودية ومصر هم دلوقتي هم المستهدفين عندهم يعني عند الإخوان الحقيقة. فده الحقيقة بيتم في 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 يعني في وسط هذا. طب وإيه حقيقة الأمر بقى؟ يعني هو فعلا اختفى؟ لا لحد دلوقتي ما فيش يعني. السعودية بتقول إنها بتحقق في الموضوع هو لم يختفي في السفارة وإنه لم يختفي في السفارة بل يعني أعلنت للسلطات التركية إنهم يجوا يخشوا السفارة ويشوفوا يعني. طب والسلطات التركية مش هي مسؤولة تدور عليه وتجيبه؟ ما هو ما لهمش إنه بيخشوا السفارة. لا مش يخشوا. إحنا بنتكلم بما إنه مش في السفارة. قالوا بعض المسؤولين الأتراك قالوا إنه هو ما خرجش من السفارة. هو ده اللي عمل المشكلة يعني. يعني الأمر لسه معلق الحقيقة. وإذا زي ما بقول لحضرتك يعني التعتيم في الأول وعدم الشفافية من الأول بيكبر المسائل يعني إذا كانت السعودية فعلا جادة في مسعاها كان من الأول قدر توضح المسألة. وكان خرج الأمير بدري شوية يعني ولي العهد يعني وكان قال الكلام ده يعني اللي هو قاله بعد كده في حوار صحفي. هو خرج وقال احنا بنحقق لكن طبعا ما فيش لغة اغتيال ولا استهداف لهذا الرجل. ولو اغتيال مش يبقى فيه جثة وبعدين هيبقى في وبعدين مش هيبقى في مقر سفارتنا يعني لا يمكن ده يحصل. ودفع الرجل تماما يعني. يعني لو في اغتيال يبقى في جثة. لو في وبعدين هم مش من الذكاء يعني يعني ما حدش يعمل كده وهيودوها فين الجثه دي. ولو في ترحيل للسعوديه مش في مطار وفي طياره وهيركب ايه ولا هيودوه بايه يعني مسائل مش منطقيه. لكن هو ده يقودني يعني حادث اكيد هنعرف ملابساته خلال الوقت قليل لكن يقودني ان انا اسال حضرتك عن ردود الفعل الدوليه حوالين هذا الحادث ايه. لا طبعا ما السؤال مطروح ومش تقيل له إجابة. فهذا أنه يعني كل ردود الفعل الدولية سواء في أوروبا أو في الاتحاد الأوروبي أو في العديد من الدول وخصوصا في الدول العربية بيسألوا على الموضوع ويعني بيقولوا إزاي يعني المسألة. لكن زي ما أنت عارف أنه للأسف عشرات علامات استفهام في حياتنا إذا كنا لحد دلوقتي يعني ما عرفناش رضا هلال راح فين يعني. مين معلش عفوا رضا هلال؟ اللي هو الصحفي الأهرامي اللي من أيام حسني مبارك الحقيقة تم اختفائه برضو والقلع وشوف توالت حكومات وتوالى رؤساء وتوالى مجالس وزراء وتوالت وزارات داخلية وحتى الآن أخوه وأهله وناسه والأهرام نفسه قالوا يا بيه أنه نزل من الأهرام وبعدين اختفى ولحد دلوقتي يعني وهو صحفي كبير يعني. طب هنا يا استاذ مدحت لازم بقى احط حد فاصل لانه انا كل ما بحاول اخد الحوار في اتجاه خليجي او عربي حضرتك برضو بتستعير امثله مسقطه على واقعنا المصري. فهنا لابد ده واقع عربي بشكل عام. هو هنا لازم اسال حضرتك هل حريه الصحافه في المنطقه العربيه مرت بمراحل عاملة ازاي وهل استطاعت مصر انها تخرج وتشب عن الطوق في حرية الصحافة ولا حضرتك شايف انه حرية الصحافة في مصر زيها زي السعودية زي الكويت زي قطر؟ ايه رأيك؟
هو الحقيقة يعني 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 لأنه إحنا عندنا ريادة في الإعلام، وريادة ريادة بمعنى الخبرات، يعني الخبرات الإعلامية العالية، لأن إحنا ابتدينا بدري الحقيقة. يعني إذا كان إذاعة في الثلاثينات، إذا كان تلفزيون في الستينات، إذا كان صحافة بقالها أكثر من 100 سنة، فإحنا لنا فضل الريادة في يعني تفهم هذه المهنة يعني، ويعني يعني عرفناها وعرفناها وعشنا فترات يعني الليبرالية قبل ثورة 52، كان يعني في نوع من الحوار ونوع من يعني، وإن كان طبعا كان في البوليس السياسي وكان في برضو القهر وال يعني في الأيام ما قبل ثورة 52، لكن أنا عايز أقول لحضرتك إنه هذه الخبرات بتخلينا يعني إلى حد ما طبعا نتميز، إلى يعني لأنه مهما كان في لسه يعني نأمل حريات أكثر مهنيا يعني، ونأمل أنه الأجهزة الثلاثة الإعلامية اللي اتعملت، الغرف الثلاثة اللي بنسميهم للإشراف على الإعلام وتصويبه، ويعني كنا دايما عمالين نقول عايزين ميثاق شرف إعلامي، عايزين ميثاق شرف إعلامي، فنأمل أنه سواء الهيئة الوطنية للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة أو الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والكلام ده، يعني اللي هم الثلاث جهات، نأمل أن هم الحقيقة يعني يكونوا يعني يصلوا إلى نوع من يعني التقليد، لكن اللي مش مخل بالحرية أو مش مقيد بالحرية. يعني هل حضرتك شايف أنه التاريخ العربي للدول اللي حوالينا بيحفل بحوادث اغتيال لصحفيين مثلا، أو محاولات إسكاتهم أو كده؟ لأنه طبعا مش بس كده، لأنه لم يكن لنا الريادة إلا لو كان هذا الشعب وطبيعة الشخصية المصرية طبعاً تتقبل طبعاً فكرة الحوار والرأي الآخر. دي فكرة يعني مش طبعاً مطروحة خالص. أنا فاكر لما زرت سوريا جي حد قال لي خد بالك عشان ده فلان ده مش عارف ايه، أيوة خد بالك أيوة. واي حد ماسك عربية وماشي في الشارع يبقى مخبر. واكتشف قلت لهم يا جماعة انتوا كلكم بتتجسسوا على بعض. وكان ده الحقيقة فترة طويلة، يعني كنت بصور مسلسل من اكتر من 10 سنين يعني، من قبل اللي بيحصل دلوقتي يعني. فالارتكارية من الحرية دي ربما بتتميز بعض دول الشام. لبنان قطعت فيها شوط برضو كبير، مش ما بنشوفش انتقادات واسعة لرئيس مجلس وزارة لوزير لكده زي ما بنشوف. الكويت كمان فيها تجربة من ديمقراطية جيدة إلى حد ما يعني، يعني بنشوف برلمان يعني فيه حرية رأي وفيه، وبالتالي لما بيبقى برلمانك قادر إن هو يعبر عنك، حرية الصحافة حرية الإعلام يعني بينشط وبياخد مساحة من الجرأة أكثر يعني. أنا عايز أقول لك بخطورة، مش حاسس بخطورة على ما يحدث في الكويت من مسألة كل شوية حل الحكومة وحل البرلمان وتمدد الإخواني اللي هناك. ما عشان التجربة جديدة، فالصراع ده موجود يعني، لأنه يعني تجربة الممارسة الديمقراطية بشكل يعني الليبرالي جيد يعني، فبالتالي لازم يحصل مضاعفات يعني وتوابع يعني في الأول لحد ما الأمور بتتعيد يعني. أنا عشت فترة في ليبيا، أنا وصلت لمرحلة خوف الناس في بيوتها إلى حد أنا كنت قاعد مع صديق يعني غلط وقال كلمة في حق القذافي يعني، فأخوه يعني عالم، فقال له واحد مننا لازم يسلم نفسه. قال له احنا جوه بيتنا. قال له لا، مفيش حاجة اسمها جوه بيتنا، لازم، لأنه عشان هو سمع وما قالش، عشان هو سمع وما قالش، وبعدين علشان حد يرعى الأولاد بتوع العيلتين يعني بتوع انا واخويا يعني. حصل فعلا، وحصل فعلا انه راح سلم نفسه وقال انه احنا غلطنا وحصل كذا، وكان نوع من الهزار وبتاعه، لكن ما عدت بقى ولا كانت قوبلت يعني ضايقوه طبعا فتره طويله يعني. فانا عايز اقول لحضرتك انه يعني
يعني كنا وصلنا في بعض مراحل في الدول العربية فعلا، لأنه يعني اما يبقى العملة بتاعتك عليها صورة الرئيس، اما يبقى شهادة ميلادك في سوريا في مراحل كان بيبقى عليها صورة الرئيس. طب ما هيقول لك الجنيه الاسترليني عليه صورة الملكة إليزابيث. معلش لا، بس دي القضية، هي يمكن القضية اللي حياتك عايز توصلها فكرة تأليه الحاكم. وبطاقتك الشخصية في ليبيا ولا في سوريا؟ بتصل كانت وصلت ايام حافظ الاسد الى هذا يعني. طب كان ايه الحل في رايك، بما اننا يعني الكلام بيجيب بعضه، كان ايه الحل في راي حضرتك لخلخله هذه الاوضاع المؤلمه للانسان في المنطقه العربيه غير اللي حصل؟ طب ما هو اللي حضرتك بتقوله ده بيدي الحق للقوه العظمى، يقول لك احنا بقى لما بعتنا ثورات الربيع العربي كنا على حق. هو لو كان بهدف الإصلاح، لكن مش بهدف إن أنا يعني أقفز على التجربة و تجربة إيه؟ ما كانش فيه ده، كان عندك الحاكم بيقعد بالأربعين خمسين سنة ويفضل قاعد على قلب شعبه وما فيش حل. أيوة، لكن مش أنا مش جاي علشان بقى يعني على الناصية أحط أساطيري وأقبع حوالين المنطقة وسيطر على باب المندب وسيطر هنا وسيطر. طب الحل إيه؟ يعني البديل ايه لو هم ادعوا الى استعبار؟ يعني لو هم ادعوا ان هم عملوا ده من اجل تحرير الانسان زي ما هم بيقولوا دايما ان الانسان مضطهد مفيش حقوق انسان. أيوة. ودي اللعبه الجديده، ايه البديل؟ هيقولك انتم لم تطرحوا بديلا كشعوب عربيه من 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 قرن. ايوه، ما هو بس الخبث في المساله انه سلط ابدان على ابدان زي ما بيقولوا. ماشي. انه يعني ادى الحق لمن لا حق له اللي هم الاخوان، لانهم يركبوا واعتبرهم ان هم دول المنظمين اللي ممكن انهم يقودوا السفينه. طب هل ده اعتراف لتاريخهم الارهابي؟ هل ده اعتراف يعني؟ ماشي، هل ده اعتراف من حضرتك ان عمر ما كانت هذه الاوطان هتتحرك تعمل بديل؟ يعني في خبث في الدافع، لكن هو بيقول لك ده من اجل حقوق الانسان. انت طرحت بديل كشعوب عربيه في المنطقه من انه ال 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 التجربه المصريه بالذات يعني كان عندنا مشكله. ما بتكلمش مع مصر خالص، مصر يعني بره القصه دي خالص. لا ما انا عارف يعني ما هي القائده لو كانت عملت يعني نموذج جيد، انما احنا مش وهي مصر في 52 وبوجود الرئيس جمال عبد الناصر اللي كان ملهم للتحرر في كل افريقيا وامريكا اللاتينيه، ما كانش ده نموذج؟ بس ما كملش لانه هيكمل ما الراجل مات هيكمل يعني. لا الحل الديمقراطي يعني الشكل الديمقراطي للمساله ما مشيش فيها، يعني رغم انها كانت من اهداف الثوره السته لكن ما مشيش فيها. فانا عايز اقول انه المشكله انه عصر مبارك قضى على النخبه وقضى على اللي ممكن الكوادر اللي ممكن تقود واللي ممكن تشكل وعي الجماهير يعني. طب احنا عندنا ازمه تانية، مدام حياتك مصر تتكلم على مصر ودي برضو حاجه كويسه، يعني انه بعض الصحفيين نفسهم يتحدثوا عن حريه الصحافه وانها ملك لصاحب الجريده، وان توجيهاته وارشاداته وتعاملاته الماديه مع المحررين ومع الصحفيين ومع الكتاب حتى الكبار منهم هي اللي بتشكل المنشور في جريدته، وكانها ملك خاص له مش كانه يملك منبر للراي العام يتم فيه التعبير بحريه عما يريد الصحفي انه يكتب وبيكتب اسمه. ما هو حضرتك المشكله اللي احنا واجهناها في الفتره الاخيره انه يعني كل ما كانت تطلع تجربه جيده اعلاميه الحقيقه يعني نعممها على طريقه عبد الناصر يعني او نغير يعني الى درجه انه يعني انا كتبت حتى في وصلت الى عدم احترام المشاهد والمتلقي يعني حركه التنقلات مثلا ما بين الاعلاميين من قناه الى قناه ومن صحيفه الى صحيفه ومالكها يتغير ويبيع الجريده ويبيع القناه ويبيع
فعل ده في نوع يعني من عدم احترام المتلقي، لأنه أنا لما باجي أعمل قناة ولا بعمل برنامج أنا بعمل عقد بيني وبين المتلقي. طب ما هو بيغير بيقول لك أنا من حقي إن أنا أبحث عن عقد أفضل، إيه المشكلة؟ أيوة لا لا بس مش توجه بقى يعني، يعني وبعدين مش يعني مش كل ما أروح في مكان أقول اللي عايزه صاحب المكان، تقصد كده يعني وبعدين يعني عارف حضرتك باين قوي إنه أنت بتغير ده لأنه كان نجح في حاجة، ويعني أنت شفت رغبة الجماهير. هل عملت قياس رأي يعني انت بتلاقي اقبال جماهيري على اعلامي معين وناجح وماشي وبعدين بتغيره، وبل بتغير فلسفة القناة وفجأة بدون يعني الرجوع للجماهير؟ ده فيه نوع من عدم احترام المتلقي بشكل عام، وده مش موجود على فكرة في أي حتة بالشكل المتسارع ده. طب يعني حركة التنقلات دي غريبة جدا. يعني عايز أختم مع حضرتك الفقرة دي بس يعني مناقشة سريعة لحاجة. السيد الرئيس في موقف مثالي الحقيقة، ناشد الإعلاميين وهو رئيس الدولة وفي أكتر من مرة على مدار سنين إن هم يشوفوا الإيجابيات، صحيح. إن هم ما يحبطوش الشعب، صحيح. إن هم يروحوا ياخدوا كاميراتهم ويروحوا يشوفوا المشروعات والإنجازات والتنمية. يعني أنا بشوف إن ده موقف مثالي، ما كانش بيحصل قبل كده في مصر، صحيح. كان بيحصل قمع، كان بيحصل حبس، كان بيحصل اختفاء، كان بيحصل ما هو أسوأ كمان من كده. ليه في رأي حضرتك ما حصلش استجابة وما زالوا هؤلاء الإعلاميين موجودين؟ ممكن يغير المكان، يغير طبيعة البرنامج ويرجع يشتغل برضو اللي هو عايزه، ليه؟ هو يعني ما يعني اللي انا بقول لحضرتك عليه انه الفوضى، يعني في نوع من الفوضى وعدم احترام يعني حق المتلقي. انا حقي ان انا اشوف الانجازات دي زي ما حضرتك بتقول، طبعا زي ما حقي اشوف وواجب الاعلام انه يقدمها، الإعلام يعني وبرضه في مجال الفنون بشكل عام. يعني ازاي لحد دلوقتي فعلا يعني انجازات اكتوبر وحرب اكتوبر لم يعني لم يتم يعني استغلالها واستثمارها في اعمال فنيه. انجازاتك في الفتره الاخيره كلها يعني كان ممكن استثمارها، علشان يعني نقول روح 30 يونيو زي ما بنقول روح اكتوبر، وهتبقى امتداد 30 يونيو يعني الدافعه، لانه للأسف بعد فترة يعني بسيطة جدا افتقدناها، و يعني ابتدت الطيارات تخرج اللي كنا رافضينها تخرج من جديد وتعمل اللي احنا يعني اصلا قمنا بالملايين علشان يعني واستبدلنا الإخوان بالسلفيين إلى حد ما. يعني فإحنا يعني علينا دور الحقيقة أنه كإعلام وكصحافة أن إحنا من جديد نشوف بعدين الاثنين مش بعيد واحد الحقيقة. مشكورك جدا أستاذ مدحت، نورتنا، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ مدحت بشاي. ونتمنى في ختام هذه الفقرة كما نتمنى ونناشد من 8 سنوات من هذا المكان أنه يبقى عندنا مشروع قومي للتثقيف وقصص النجاح الرائعة وقصص الاستشهاد الباسلة اللي موجودة في جيشنا وشرطتنا والمدنيين في خلال مكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة. لا بنشوفها في فيلم سينما، ولا بنشوفها في مسلسل، ولا بنشوفها في عمل إيجابي يعني يشجع الناس للأمام ويحفز إنتاجهم ويحفز حربهم لتنمية مصر. بشكركم، فاصل قصير ونتحدث عن موضوع آخر مع ضيف آخر في النور. خليكم معنا.